أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي علي الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة في هذه المرحلة لتمكين القطاع الخاص سواء علي صعيد مساهمته في استثمارات جديدة أو المشاركة في إدارة أصول قائمة وذلك في إطار وثيقه سياسه ملكيه الدوله التي تم طرحها لحوار الخبراء جاء ذلك خلال تراس مدبولي للاجتماع الاول للجنه العليا للحياد التنافسي بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين واشار رئيس الوزراء الى ان تعزيز الحياد التنافسي يعد احد اهم ادوات تنفيذ وثيقه ملكيه الدوله وكذلك دعم سياسات المنافسه والحياد التنافسي مؤكدا ان هذا الامر سيكون احد اولويات الحكومه خلال الفتره المقبله